بعد هيك من الاداب مثلا عارفين مش حندخل ايش عاد الاستنجاء والاستجمار والشغلات هذه معروفه. اهم شيء يعني في هذه الشغله انه دائما الانسان يجمع بين ايش الورق. الان في عندنا ورق مش حنقول احجار احجار يا شيخ، فيش بدنا فقه عصري لنا احجار اللي بده في الصحراء. عندنا ورقه توليت توليت بابير تجمع بين الورق وبين الماء. الله يحب هذا جدا، ما تقتصرش على واحد، لو اضطرت ان تقتصر تقتصر على الماء لو اضطررت، لكن الافضل دائما الورق ثم ايش الماء بعد ذلك. هذه بتكون طهاره احسن ما يكون. لو واحد مستعجل او في عنده اي ظرف او بتاذى الماء لاي ظرف من الظروف، عنده مرض جلد، عنده اي شيء شر كذا، واستخدم الورق وحده، والورق كاف بلا اي خلاف، وهو احسن مرات ومرات من ايش من الحجر والروثه، احسن بكثير يا اخي. ما يؤكل لحمه طبعا هذا فيها خلاف. المهم بعد ذلك خلص وكذا لازم ايش يغسل يديه، والاحسن من الغسل ان يعمل ايش يتوضا، وبعدين يدعو ايش بالدعاء. اذا كان مكان مفتوح يخرج وينظر للسماء ويقول ايش اشهد الشهادتين اللهم اجعلني واجعلني ايش من المتطهرين، تفتح له ابواب الجنه ايش الثمانيه، اجر كبير جدا جدا. واذا خرج يخرج ايش بالرجل اليمنى، طبعا خلف المكان سيء فيعجل باليمنى العكس ويدعو بالدعاء المعروف. في ادعيه كثيره، في دعاء بيقول ايش الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اللهم اغفر لي، وبتزيدها ايه قبل هذا بالدعاء. او في دعاء اخر غفرانك كلمه واحد، او في دعاء اطول بتقول ايش الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في قوته واذهب عني ايه اذى. عن ايش الحديث؟ عن الطعام. طعام الحمد لله اكلناه وتلذنا به وظلت قوته في ابداننا وذهب ايش اذى. كلام جميل. نأتي الآن إلى الطهارة من الحدث، واليوم حنأخذ فقط الحدث إيش الأصغر، وقلنا إيش تكون إيش تكون بالوضوء، وأخذنا إيش أيضا إيه أركان إيه الوضوء.